من يوسف، أهلا ومرحبا بك سيد عبد الرحمن. بعد ليلة صاخبة أمس، كيف هي الأوضاع الآن؟ نعم، الأوضاع الآن في واشنطن أكثر هدوءا، ولا سيما بعد أن فرضت عمدة المدينة حالة حظر التجوال منذ الساعة 6 مغرب أمس وحتى 6 صباح اليوم، وهو ما انضم إليه حاكم ولاية فرجينيا، حيث فرض حظر التجوال في المناطق الشمالية من ولاية فرجينيا والمتاخمة لحدود مدينة واشنطن، وما هو المنطقة التي تعرف بنورثن فرجينيا، وهي ضمن منطقة دي ام بي المربوطة بالمترو مع العاصمة. وكذلك كان الأمر في جنوب ولاية ميريلاند، وهي المتصلة أيضا بشبكة المترو. هذا حظر التجوال دفع الأوضاع إلى الهدوء، فضلا عن أن سيد عبد الرحمن بالأمس كانت هناك حالة من الذهول تعيشها الولايات الأمريكية. الآن وبعد يوم من التصعيد الذي حصل أمس، كيف تناول الشارع الأمريكي ما حدث؟ في حقيقة الأمر كان هناك حالة من الذهول والصدمة، حتى بين بعض أنصار ترامب من الذين كانت لديهم رغبة في التظاهر السلمي أو فقط إثبات الوجود، حتى أنه قال لي أحد الطلاب الذين يدرسون الدكتوراه أنه جاء ومجموعة أخرى فقط لأنهم لا يثقون أن الإعلام يعني يصل صوتهم، ولذلك هم جاءوا هنا للفت الانتباه. ومن ثم هؤلاء الأشخاص وهذه الطبقة لم تكن مرحبة بما جرى منذ الساعة 2:30 أو الساعة 3 عصر أمس، ومن ثم يعني الشارع كانت حالة ذهول، ولا سيما أن هذا مشهد لم يكن أحد ليتخيله. كان البعض يتصور ربما نوع من الشغب، نوع من التواجد الكثيف، نوع من الهتافات القوية أو العنيفة، لكن لم يكن أحد يتخيل هذا، ولا سيما أنه خلال مظاهرات جورج فلويد في مايو الماضي كان هناك تواجد للحرس الوطني بكثافة كبيرة جدا، ومن ثم هناك تساؤل كبير يطرح حول فكرة يعني ما يمكن اعتبره البعض نوع من أنواع الاسترخاء أو التسيس فيما يتعلق بالتواجد الأمني الأمني المحيط بالكونغرس، ولا سيما أن ترامب أعلن أن دعا أنصاره إلى التظاهر عند الكونغرس خلال خطابه في 12 ظهرا، أي قبل ساعة واحدة. سيد يوسف، أرجو أن تبقى معنا، سنتحول لنتابع سويا هذا التقرير. ففي وقت سابق صرح قائد شرطة واشنطن أن 4 أشخاص لقوا حتفهم في الكونغرس إثر سلسلة أحداث اقتحام المجلس، وأضاف قائد الشرطة أن شخصا من المتوفين 4 سقط بسبب عيار ناري، وأكد اعتقال 52 شخصا فيما يتعلق بعملية الاقتحام، فيما صادرت الشرطة 5 أسلحة نارية كانت يحملها عدد من المحتجين. ليلة دامية، نفذ ترامب ما وعد به، أطلق العنان لأنصاره في الاحتجاج على نتيجة الانتخابات، فنزل المئات إلى الشوارع في اليوم الذي وافق اجتماع الكونغرس للتصديق على فوز بايدن بالرئاسة، وحدث ما لم يرى في الولايات المتحدة منذ أكثر من 200 عام. الصور الواردة تشير إلى فداحة المشهد في بلاد الديمقراطية. أنصار ترامب تجمهروا خارج الكونغرس بدعوة من الرئيس، ثم سارعوا إلى أبواب المبنى لاقتحامه. حاول أمن المبنى منعهم دون جدوى، مستخدما في بعض الأحيان الأسلحة النارية لحماية النواب. 5 ساعات من الفوضى في الكونغرس توقفت فيها جلسة التصديق على فوز بايدن، وسقط فيها 4 أشخاص أحدهم برصاص الحراس. وصل فيها المحتجون إلى غرف المبنى ومكاتبه، تجولوا بين مقاعد النواب واقتحموا مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ووصلوا إلى الشرفة التي سيتم فيها تنصيب بايدن في الكونغرس في سابقة نادرة في التاريخ الأمريكي. الرئيس المنتخب جو بايدن قال في كلمة له إن ما حدث يعكس هشاشة الديمقراطية في الولايات المتحدة. هذه الفوضى في العاصمة لا تعكس حقيقتنا ولا تمثلنا. أطلب من هذه العصابات أن تتراجع وأن تترك الديمقراطية تتقدم، وأطلب من الرئيس ترامب أن يظهر على شاشة التلفاز الوطني وأن يدافع عن الدستور عبر إيقاف أنصاره عن التقدم باتجاه العاصمة واحتلال المكاتب وتحطيم النوافذ. الرئيس الذي يعيش آخر أيامه في البيت الأبيض خرج عبر تويتر بعد ضغط من كثيرين في إدارته وحزبه وخارجهما. هذا ما يحدث عندما تسرق منا الانتخابات. أعرف ألمكم وأعلم أنكم تعرضتم للأذى، خذنا انتخابات وسرقت منا،
لقد فزنا فوزا ساحقا والجميع يعرف ذلك، خاصة الطرف الآخر، لكن عليكم العودة إلى بيوتكم الآن. يجب أن ننعم بالسلام، يجب أن نحترم القانون والنظام. لكن كثيرين اعتبروا أن كلمة ترامب المقتضبة تدمر أكثر مما تبني. إدارة فيسبوك وتويتر وإنستغرام رأت ذلك وحجبت صفحات الرئيس لمدة 24 ساعة لأول مرة في التاريخ. سياسيون ونواب وسيناتورات اتهموا الرئيس بالضلوع المباشر في الحادثة، رؤساء سابقون رفضوا ما يجري، الجمهوريان جورج دبليو بوش وبيل كلينتون وديمقراطي باراك أوباما، ليس هكذا يعترض على نتائج الانتخابات في بلاد ديمقراطية، قال كثيرون. الأمر وصل إلى كتلة ترامب الصلبة داخل إدارته. نائبه مايك بنس تبرأ من أفعال رئيسه وندد بأعمال العنف. اثنان من كبار مساعدي السيدة الأولى، ناهيك عن نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، استقالوا، فيما قالت وكالات إن آخرين في إدارة ترامب يفكرون بالاستقالة خلال أيامه المعدودة. همام سعدة، تي آر تي عربي. دعت أنقرة جميع الأطراف في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضبط النفس في أعقاب أحداث اقتحام متظاهرين مبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن. وفي تغريدة على تويتر أكد رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب تأييد أنقرة الدائم لحل المشكلات في إطار القانون والديمقراطية. وفي السياق، أعرب المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في تغريدة على تويتر عن قلق بلاده تجاه التطورات في العاصمة الأمريكية، وحث المواطنين الأتراك على توخي الحذر والابتعاد عن أماكن التظاهر، كما لاقت أحداث الولايات المتحدة ردود فعل دولية منددة. اسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيفي من واشنطن عبر سكايب، الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف، وأيضا أرحب بضيفنا الذي انضم إلينا في الاستوديو، أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الأمريكية، الدكتور صبري سميرة. أهلا ومرحبا بك دكتور صبري. دكتور، أبدأ من عندك. يعني الآن وقد قام الكونغرس بالمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة، ما هي الخيارات أمام ترامب؟ هل استسلم ترامب ونفذت خياراته؟ بالطبع ترامب استخدم كل ما لديه من أدوات وأسلحة إذا صح التعبير في حربه أو معركته الكبرى التي أعلنها من وقت حملته الانتخابية السابقة من 2014 و15 وصولا إلى انتخابه، وهو أنه يريد أن يغير الثقافة السياسية والحياة السياسية والنظام السياسي الذي هو يراه لا يعمل بصورة جيدة، فيه ظلم إلى آخره. هو جاء ضد ما يسمى بالماكينات السياسية، ضد نظام الحزبين، أراد أن يدمر ويحطم القيادات التقليدية السياسية في الحزبين إلى آخره. الآن مررنا في هذه التجربة، والانتخابات كانت هي المشهد الأخير في هذه المسرحية الطويلة جدا التي فيها تراجيدي وفيها دراما وفيها سسبنس، والناس تنتظر وتحبس أنفاسها ماذا سوف يجري. بالطبع هو يلعب كل هذه الأمور، وأعتقد من وجهة نظري التحليلية يتقن الدور الذي يريد أن يصل إليه، وهو إثارة مجموعة من الناخبين قاعدة صلبة له ولمن يناصرونه، أمثال 100-130 واحد في الكونغرس الذين احتجوا على واعترضوا وإلى آخره وما حدث. بالتالي هو استراتيجيته الكبرى كان أن يولد هذه القاعدة ويستمر بها ما بعد الرئاسة. لكن أليست هذه مقامرة؟ يعني اسمح لي أن وجه هذا السؤال لضيفنا من واشنطن عبد الرحمن يوسف. سيد عبد الرحمن، سقط قتلى في بالأمس، وهناك محرض لهذه الجماهير للخروج إلى الميدان. بالدستور الأمريكي ألا تتم متابعة ومحاسبة من حرض على الخروج؟
نعم، ولكن هناك فرق بين التحريض السياسي والتحريض القانوني. حتى يمكن أن تحاكم ترامب بهذا المعنى، عليك أن تثبت أن هذا التحريض أو أن هذه الدعوة للتظاهر بالقرب من الكونغرس إنما هي التي أدت أو دفعت الجماهير إلى اقتحام الكونغرس. هذا أمر لم يقوله ترامب، وإن كان خطابه يعني في بشكل مبطن أو بشكل سياسي فيه نوع من أنواع التحريض. لذلك رأينا الفيديو الذي قام الذي يعني أذاعتم جزء منه، وهو يعني محاولة سريعة لاحتواء الأمر وإرسال رسالة أنه يدعو إلى السلام حينما يقول عودوا إلى بيتكم وما إلى ذلك. هذه كلها محاولات تجميلية. التغريدة التي قال فيها أن سيكون هناك انتقال منظم للسلطة، أعتقد أنه لم يكن ليكتبها إذا لم يكن هناك هذا النوع من العنف الذي عند هذه النقطة. لو سمحت، عند هذه النقطة بالذات سأتوجه بسؤالي للدكتور صبري. ترامب قال إنه سيكون هناك انتقال منظم للسلطة، برأيك ما الذي دفعه لذلك؟ وهل هذا الكلام هو للتسويق الإعلامي فقط؟ ضمن رؤيته وما فعله، وصل الآن الحلقة الأخيرة وهي في 2021 سوف يكون هنالك انتقال قانوني دستوري من رئيس إلى رئيس، وشكليا يجب عليه أن يحضر، لكن له ليس مضطر قانونيا ورسميا، وقد ينغص على الصورة زيادة وزيادة، أو أصلا أنه قد يكون غير مرحب به أن يأتي ويزيد الصورة تنغيصا. لكن في 2021 سوف يقسم الرئيس بايدن وكاميلا هاريس اليمين الدستورية ويتولوا السلطة. ماذا بقي لترامب من هنا إلى 2021؟ لم يتبقى لديه الكثير إلا مزيدا من العفو عن أصدقائه والعائلات التي أفسدت مكاسب شخصية، ويعني ينهي أموره التي يريد أن ينهيها، يغلق الحسابات الخاصة به ومجموعته وإلى آخره. لكن ماذا يستطيع أن يكمل؟ يكمل في المناورات الإعلامية والسياسية التحريضية التي هو لم يتنازل عنها، واعتبر المشاغبين أو هؤلاء العصابات التي جاءت واخترقت الكونغرس يعتبرهم مميزون ولهم احترام عظيم، وأنهم تحدث أنهم مميزون وقام بتبجيلهم، شكرهم عدة مرات وقال اذهبوا الآن، أديتم ما عليكم، اذهبوا إلى بيوتكم. إذن هو بالنسبة له مشاهد واحدة تلو الأخرى، لم يتبقى إلا أن يسدل الستارة على هذه المرحلة ثم نرى بعدها ماذا سوف يجري. وهنالك تكهنات كثيرة. شخصيا لا أتوقع لترامب أن ينجح في الكثير من الأمور، ولكنه ترك إرثا سيئا جدا على هذه الديمقراطية. هذا الإرث الذي هز الولايات المتحدة، صورة الولايات المتحدة في العالم أنها الدولة الديمقراطية وأنها الديمقراطية الأكبر في العالم، اهتزت بالأمس بفعل الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس. هل يستطيع بايدن خلال فترة ولايته في البيت الأبيض رأب هذا الصدى وإعادة توحيد الولايات المتحدة؟ وقد شهدنا جميعا أن هناك نوع من يعني هناك العديد من الجهات في الولايات المتحدة تنتظر فرصة كالتي لاحت بالأمس. نعم، هو يستطيع ذلك بشرط أن يتعاون ويتنازل للجمهوريين ولا يتعامل بنوع من أنواع الاستعلاء، بحكم أن الديمقراطيين قد حازوا على الأغلبية في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ بفارق صوت لكمالا هاريس الصوت المرجح والبيت الأبيض. إذا قدم لهم تنازلات وسعى إلى الاحتواء سيقوم برأب الصدع داخل الحزب الجمهوري بالمعنى الكلاسيكي، بمعنى أن الحزب الجمهوري في صورته الكلاسيكية التي هي بالمناسبة مفيدة للحزب الديمقراطي، إذا ساهم في رأب الصدع عبر تقديم تنازلات لهؤلاء القادة الكبار والصقور ربما يساهم في إطفاء الحرائق على مستوى الولايات الجنوبية وولايات الغرب الأوسط التي بالمناسبة كان الغالبية العظمى من المتظاهرين أمس قادمين منها وليسوا من الولايات المحيطة بواشنطن دي سي. ومن ثم المسألة الكرة الآن في ملعب بايدن، وأنا أعتقد أنه من خلال خطاباته السابقة هو رجل احتوائي وليس صدامي، وأعتقد أن مساعديه الذين لهم خبرة كبيرة في إطفاء الحرائق بعد عام 2008 ما سيساعد بايدن في هذه الخطوة. يعني اسمح لي أستاذ عبد الرحمن أن أنتقل للدكتور صبري. الآن أصبح هناك في الولايات المتحدة حزب هناك الجمهوريون وهناك الديمقراطيون وهناك أيضا الجمهوريون، من انشقوا عن وحدة الصف من الجمهوريين. هناك استقالات بالجملة لأعضاء في الحزب الجمهوري، هل هذا سيؤثر على مستقبل القوى في الولايات المتحدة؟ استراتيجية ترامب الاستفراد بقوة محددة تدعمه، ولكن لا يستطيع لوحده أن ينجح
فبالتالي يجب أن يخاطب الجمهور اللي هو الجمهوري يعني الريبوبليكان بارتي واستطاع حشده. ونظام الحزبين في أمريكا لا يترك مجالا آخر، إما أن تكون ديمقراطي وإما أن تكون جمهوري. وما دام ترامب بين قوسين الذي اعتمد على المجموعة اليمينية المتطرفة المحافظة العنصرية إلى آخره، فالتأم معه الجمهوريون الآخرون الذين يسمون بالوسطيين أو المعتدلين أو التقليديين أو أبناء السيستم الماكينة السياسية، كانوا يدارونه لأنه يجب أن يصلوا إلى النهاية. وصلنا إلى النهاية، هم لم ينشقوا، هذا حزبهم وهم في حزبهم، هم اختلفوا مع ترامب في طريقة إدارة المشهد النهائي. هم الآن يريدوا أن يتجنبوا أن يدفعوا أثمانا باهظة لما كان يفعل ترامب، لأنه ألصق بهم بالحزب الجمهوري، فيريدوا أن يعلنوا في اللحظات الأخيرة هل يكون فات الأوان عليهم أم لا، لكنهم يريدوا أن يقولوا هو لا يمثلنا، هو ليس أصلا منا، هو تصرف بطريقته. إذن هو انشقاق على الترامبية السياسية. السؤال لماذا تأخرتم؟ سيقولوا لك بكل براغماتية سياسية، لم نكن نستطيع لكي نمرر ما نريد أن نمرره، كان علينا أن نسير معه، أما الآن وقد انتهى دوره فليذهب بالعامي إلى الجحيم، نريد أن نعود إلى السياسة التقليدية. وصلت الصورة. أنا أشكرك، كنت معنا في الاستوديو الدكتور صبري سميرة الخبير في السياسة والشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك. وأيضا من واشنطن الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف، شكرا جزيلا لكما.